بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا رب سواه، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة عيوننا محمدًا عبد الله ورسوله ونبيه ومصطفاه، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن استنى بسنته واقتفى أثره واهتدى بهداه. أما بعد، أمة الإسلام، فمن رحاب بيت الله الحرام ينعقد مجلسنا الأسبوعي 18 من مجالس مدارستنا لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم للإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. في هذا اليوم الذي نجتمع فيه في رحاب بيت الله الحرام ينعقد هذا المجلس 18 في هذا اليوم 11 من شهر رجب الحرام سنة 44,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نواصل فيه ما توقف عنده مجلس ليلة الجمعة الماضية من ذكر المصنف رحمه الله لجملة مختصرة موجزة فيما يتعلق بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة. ومعلوم أنه رحمه الله تعالى اقتصر من ذلك على جمل موجزة لم يتعرض فيها للتفصيل ولا لذكر أحداث السير التي تتعلق بتلك المقامات. وقفنا عند بيعة العقبة الثانية التي كانت بوابة انتقال الإسلام من مكة إلى المدينة وهجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم للدعوة ونشر الدين وتبليغ رسالة الإسلام، فكانت منعطفاً جديداً في سيرته عليه الصلاة والسلام. قضى بعدها بقية عمره بطيبة الطيبة يدعو إلى الإسلام وينزل عليه القرآن ويقود الفتوحات حتى تم الدين واكتملت النعمة. هذا الذي وقف عنده في كلام المصنف، وها نحن نستأنف الليلة ما بقي من كلامه في هذا الفصل رحمه الله، سائلين الله التوفيق والسداد، مستكثرين في مجلسنا هذا في ليلتنا هذه في مكاننا هذا من صلاتنا وسلامنا على نبي الأمة وهاديها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: فقدم عليه في العام القابل منهم 73 رجلاً وامرأتان، وهم أهل العقبة الأخيرة. نعم، تقدم أن هذا كان في آخر سنة قضاها المصطفى عليه الصلاة والسلام بمكة قبل الهجرة، وهذا يعني أنه في السنة 13 من البعثة. كانت بيعة العقبة الثانية وهي التي اجتمع فيها 73 رجلاً من الأنصار وامرأتان رضي الله عنهم. قال: فقدم عليه في العام القابل منهم 73 رجلاً وامرأتان، وهم أهل العقبة الأخيرة، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم وأنفسهم، ويرحل هو وأصحابه إليهم. واختار رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم 12 نقيبا. اختار من هؤلاء 73 رجلا، اختار منهم 12 نقيبا. ومعنى النقباء كالعرفاء المسؤولون عن مجموعات تكون تحتهم. اختار صلى الله عليه وسلم 12 نقيبا كما كان لبني إسرائيل مع موسى عليه السلام 12 نقيبا. قال الله: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. كان هؤلاء النقباء رضي الله عنهم 9 من الخزرج و3 من الأوس، كل واحد منهم من قبيلة، وتعدادهم كما يذكره أصحاب السير أسعد بن زرارة والبراء بن معرور وعبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر رضي الله عنه، وسعد بن عبادة والمنذر بن عمرو ورافع بن مالك ابن العجلان وعبد الله ابن رواحة
وسعد بن الربيع وعبادة بن الصامت رضي الله عنهم، هؤلاء تسعة من الخزرج. وأما من الأوس فأسيد بن حضير وسعد بن خيثمة ورفاعة بن عبد المنذر رضي الله عنهم. قال ابن هشام: وأهل العلم يعدون فيهم أبا الهيثم ابن التيهان ولا يعدون رفاعة رضي الله عنهم، يعني أن يكون مكان رفاعة في التعداد، وهم في مجملهم 12 نقيبا، كل نقيب منهم عن قبيلة من قبائل الأوس والخزرج، والغلبة للخزرج لأنهم الأكثر. ولهذا مر معكم في قصة البيعة أنهم كانوا يقال لهم الخزرج، وهو يشمل القبيلتين كلتيهما الأوس والخزرج. لما بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام لتأكيد البيعة، جعل الأمر في المسؤولية والمتابعة والترتيب لهؤلاء 12 نقيبا رضي الله عنهم. واسمعوا إلى طرف مما يذكره أرباب السير في أعقاب عقد البيعة عند العقبة بمنى، وقد تقدم ليلة الجمعة الماضية أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم كان حاضراً تلك البيعة يستوثق لابن أخيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق: لما اجتمعوا للبيعة قال العباس ابن عبادة بن نضلة، وهذا من الأنصار الذين قدموا في البيعة، قال: يا معشر الخزرج، هل تدرون علامة بايعون هذا الرجل؟ هذا في أخريات المجلس، وهم يريدون أن يتوثق بعضهم لبعض، لأن البيعة هاهنا أمر عظيم، وعقد الصفقة تعنيم عطفا جديدا في الحياة، فلا بد أن يكون اتخاذ القرار وبيعتهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام أن يكون ذلك بناء على إيمان عظيم وقناعة لا يندمون بعدها أو يتحسرون. قال: هل تدرون علامة تبايعون هذا الرجل؟ قالوا: نعم. قال: إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس، فإن كنتم ترون أنكم إذا نهكت أموالكم مصيبة وأشرافكم قتلا أسلمتموه، فمن الآن، فهو والله إن فعلتم خزي الدنيا والآخرة. يعني إن بايعتم اليوم ثم بأصعب ما وجدتم غدا تسلمونه وترفعون أيديكم عنه. قال: فمن الآن، فهو والله إن فعلتم خزي الدنيا والآخرة، وإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه على نهكة الأموال وقتل الأشراف فخذوه، فهو والله خير الدنيا والآخرة. قالوا: فإنا نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف، فما لنا بذلك يا رسول الله إن نحن وفينا؟ قال: الجنة. قالوا: أبسط يدك، فبسط يده فبايعوه. وفي رواية جابر عند ابن حبان في الصحيح والإمام أحمد في مسنده قال: فأخذ أسعد بن زرارة رضي الله عنه بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وهو أصغر السبعين، يعني كان أصغر الوفد سنا، فقال أسعد رويدا: يا أهل يثرب، إنا لم نضرب إليه أكباد المطي إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، وأن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم، وأن تعضكم السيوف، فإما أنتم قوم تصبرون على السيوف إذا مستكم وعلى قتل خياركم وعلى مفارقة العرب كافة فخذوه أجركم على الله عز وجل، وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه فهو أعذر عند الله. فقالوا: يا أسعد، أم يطعنا يدك؟ فوالله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنقباء 12 الذين سمعتم أسماءهم، قال: أنتم على قومكم بما فيهم كفلاء ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم عليه السلام، وأنا كفيل على قومي، يعني المسلمين. قالوا: نعم. فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا رجلا يأخذ عليهم بشرطه، أي بشرط الرسول صلى الله عليه وسلم، العباس بن عبد المطلب، ويعطيهم على ذلك الجنة وعدا كريما منه صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا كان موقفاً عظيماً يعرف به الإسلام للأنصار فضلهم. من هنا جاء في الشريعة حب الأنصار،
وأنه علامة إيمان، ومن أحب الأنصار فبحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبهم. قوم قذف الله الإيمان في قلوبهم وخصهم بنصرة نبيه عليه الصلاة والسلام، وجعل دارهم طيبة التي كانت تسمى يثرب، جعلها دار النصرة والإيمان والهجرة، وجعلها موئلا لنبيه عليه الصلاة والسلام، وارتضاها رب العزة والجلال أن تكون مقاما لنبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام، بها قبره الشريف إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هؤلاء الأنصار منذ لحظة البيعة كانوا على أتم ما يكون إيمانا وصدقا ووفاء، فبذلوا البيعة بذلك لنبي الله عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه في الهجرة إلى المدينة فخرجوا أرسالا متسللين، يعني فخرجوا أفرادا وجماعات متتابعين، لكنهم يخرجون متسللين خوفا من قريش وبطشها وأذاها، فإنها لما سمعت بخبر البيعة أخذت تضرب في كل ناحية تريد أن تمنع أثر ذلك وأن تقطع طريقه لعلمهم بما يؤول إليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لو وجد منعة وعزة ونصرة عليه الصلاة والسلام. أذن لهم في الهجرة إلى المدينة كما أذن لهم قبل في الهجرة إلى الحبشة، مع الفارق الكبير، لا من حيث المكان، فطيبة أقرب إلى مكة من الحبشة، ولا من حيث الحال، فالحبشة بها رجل نصراني لكنه عادل لا يظلم عنده أحد. أما يثرب وطيبة فإن بها قوما هم إخوتهم في الدين ويشاركونهم العقيدة، ولهذا قال لهم عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل قد جعل لكم إخوانا ودارا تأمنون بها. لاحظ أنه ما أمر بالهجرة بل أذن عليه الصلاة والسلام لمن قدر أن يلحق بهم، أن يفر بدينه، لمن خاف الفتنة على نفسه أو أهله أو معتقده، أذن لهم عليه الصلاة والسلام بالهجرة فخرجوا أرسالا متسللين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أولهم فيما قيل أبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي، وقيل مصعب بن عمير، فقدموا على الأنصار في دورهم فآووهم ونصروهم وفشى الإسلام بالمدينة. بدأت الهجرة من بيعة العقبة، قيل بل من قبلها بدأت رحلات الهجرة من مكة إلى المدينة، فقيل إن أول من هاجر أبو سلمة ابن عبد الأسد، قيل هاجر قبل بيعة أصحاب العقبة بسنة، يعني بعد العقبة الأولى، بعد البيعة الأولى، وقيل بل بعد تمام هذه البيعة، فكان أول مهاجر من مكة بدينه إلى المدينة. أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمه برة بنت عبد المطلب، وهو مع ذلك أخو رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، هو وحمزة بن عبد المطلب. فانظر كيف شدة قرابته وصلته برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي قصة هجرته حدث عظيم وموعظة بالغة ترويها أم سلمة رضي الله عنها، أم المؤمنين، زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد استشهاد زوجها أبي سلمة رضي الله عنه. تقول أم سلمة تحكي ما حصل في حادثة الهجرة رضي الله عنها، تقول: لما أجمع أبو سلمة الخروج إلى المدينة رحل لي بعيره ثم حملني عليه، وحمل معي ابني سلمة ابن أبي سلمة في حجري، ثم خرج بي يقود بي بعيره، فلما رأته رجال بني المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، وهم أهل زوجته وقبيلتها، لما رآه رجال بني المغيرة بن عبد الله بن مخزوم قاموا إليه فقالوا: هذه نفسك غلبتنا عليها، أرأيت صاحبتك هذه؟ على ما نتركك تسير بها في البلاد؟ هذه ابنتنا. فلم يأذنوا له بأن يأخذها معه. على ما نتركك تسير بها في البلاد؟ قال: فمنعوه منها ونزعوا خطام البعير من يده فأخذوني منه. قالت: فغضب عند ذلك بنو عبد الأسد رهط أبي سلمة قومه،
قالوا لا والله لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا. قالت فتجاذبوا بني سلمة بينهم حتى خلعوا يده. قال وانطلق به بنو عبد الأسد أخذوا ولدها منها، وانطلق به بنو عبد الأسد وحبسني بنو المغيرة عندهم، وانطلق زوجي أبو سلمة إلى المدينة. قالت ففرق بيني وبين زوجي وبين ابني. قالت فكنت أخرج كل غداة فأجلس بالأبطح أطراف مكة فما أزال أبكي حتى أمسى سنة أو قريبا منها، حتى مر بي رجل من بني عمي أحد بني المغيرة فرأى ما بي فرحمني، فقال لبني المغيرة ألا تخرجون هذه المسكينة أو ألا ترحمون هذه المسكينة، فرقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها. قالت فعندئذ قالوا لي الحقي بزوجك إن شئت. قالت ورد علي بنو عبد الأسد إلي عند ذلك ابني. قالت فارتحلت بعيري ثم أخذت ابني فوضعته في حجري ثم خرجت أريد زوجي بالمدينة. قالت وما معي أحد من خلق الله، فقلت أتبلغ بمن لقيت حتى أقدم على زوجي، حتى إذا كنت بالتنعيم لقيت عثمان بن طلحة بن أبي طلحة أخا بني عبد الدار. قال إلى أين يا ابنة أبي أمية؟ قالت قلت أريد زوجي بالمدينة. قال ومعك أحد؟ قالت لا والله إلا الله وبني هذا. قالت فأخذ بخطام البعير وهو يقول لا والله ما لك من مترك، فأخذ بخطام البعير فانطلق معي يهوي بي، فوالله ما صحبت رجلا من العرب قط أرى أنه كان أكرم منه، كان إذا بلغ المنزل أناخ بي، يعني ينيخ البعير، ثم استأخر عني حتى إذا نزلت استأخر ببعيري فحط عنه ثم قيده في الشجرة، ثم تنحى عني إلى شجرة فاضطجع تحتها، فإذا دنا الرواح قام إلى بعيري فقدمه فرحله، ثم استأخر عني وقال اركبي، فإذا ركبت واستويت على بعيري أتى فأخذ بخطامه فقاده حتى ينزل بي، فلم يزل يصنع بي ذلك حتى أقدمني المدينة. فلما نظر إلى قرية بني عمرو بن عوف بقباء قال زوجك في هذه القرية، وكان أبو سلمة نازلا بها، فادخليها على بركة الله. ثم انصرف راجعا إلى مكة. قالت أم سلمة فكانت تقول رضي الله عنها والله ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب آل أبي سلمة، وما رأيت صاحبا قط كان أكرم من عثمان ابن طلحة رضي الله عنه. اليوم ومعك سيارة تأخذك من مكة إلى المدينة في 4 ساعات ونحوها، كم هو شديد على النفس أن تجد شخصا تريد أن تحسن إليه فتعزم على أن تأخذه لتوصله فتعود، فكيف بعثمان بن أبي طلحة وهو يقودها أياما متتابعات يأخذها لا يريد شيئا إلا لما قال والله ما لك من مترك، إكراما لها وإحسانا، والله عز وجل قد سخر لها. هذا هجرة أبي سلمة ولحاق أم سلمة به رضي الله عنهما. وأما مصعب بن عمير رضي الله عنه فهو أيضا قيل إنه أول الصحابة هجرة إلى المدينة، لما رجع الخزرج من البيعة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مصعب شابا من شبان المسلمين وفتى من فتيانهم حسن إسلامه، وأمر أن يقرئه القرآن ويعلمهم الإسلام. فانطلق مصعب رضي الله عنه. في صحيح البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال أول من قدم علينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، فجعل يقرآننا القرآن، ثم جاء عمار وبلال وسعد، ثم جاء عمر بن الخطاب في 20، يعني معه 20 رجلا، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي في صحيح البخاري صريح بأن مصعب أول من قدم هو وعبد الله بن أم مكتوم. وروى أصحاب السير كابن إسحاق وابن سعد أن أول من هاجر من قريش من بني مخزوم أبو سلمة بن عبد الأسد، فلهذا قال المصنف أولهم فيما قيل أبو سلمة وقيل مصعب ليجمع بين الروايتين. أما الحافظ ابن حجر فجمع بين الروايتين بأن أولية هجرة أبي سلمة رضي الله عنه مقيدة، يعني كان أول من هاجر فرارا من المشركين ولم ينوي إقامة بالمدينة.
وأما مصعب رضي الله عنه فكان أول مهاجر نوى الإقامة بها والنزول بها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسله يقرئ الأنصار القرآن بالمدينة مع عبد الله بن أم مكتوم. انطلق مصعب وفتح الله القلوب قبل الدور على يديه، فأسلمت دور الأنصار دارا، وما تمت الأيام وقدم النبي عليه الصلاة والسلام إلا وقد تتابعت دور الأنصار في الدخول إلى الإسلام إيمانا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم أذن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في الهجرة، فخرج من مكة يوم الاثنين في شهر ربيع الأول، وقيل في صفر، وله إذ ذاك 53 سنة، ومعه أبو بكر الصديق وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر، ودليلهم عبد الله بن الأريقط الليثي. فدخل غار ثور هو وأبو بكر وأقاما فيه 3، ثم أخذا على طريق الساحل. هكذا باختصار أوجز المصنف رحمه الله، ويأتي لذلك مزيد تفصيل. وفي صحيح البخاري رواية طويلة في قصة الهجرة وأحداثها، لكن المصنف رحمه الله اقتصر هنا على هذا القدر. لما تتابع الصحابة في الهجرة، وكان ذلك بعد موسم الحج، يعني في أخريات ذي الحجة من سنة 13 من البعثة، والنبي عليه الصلاة والسلام قدم المدينة في ربيع الأول، يعني كم بين البيعة وبين هجرته؟ 2 أو 3، ليس كثيرا، 2 أو 3 بين البيعة التي عقدها مع الأنصار في موسم الحج وبين هجرته عليه الصلاة والسلام. في هذه الأيام تتابع الصحابة في الخروج بالهجرة متسللين، ومن قدرت عليه قريش منعته، ومن قبضت عليه خارجا مهاجرا عذبته، ومن قدرت على استوثاقه ومنعه من الهجرة فعلت به، وهم يتحينون خروج رسول الله عليه الصلاة والسلام، واحتاطوا لذلك وتآمروا وفكروا ودبروا، خشية أن لو خرج من أيديهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يهدمن ما ظلوا يحاربونه 13 عاما، لعلمهم أولا بصدقه، ولإدراكهم أن الله ناصره، ولما وقعت عليه عيونهم بل قلوبهم قبل ذلك من المعجزات المصدقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. انشق القمر وأسري به إلى بيت المقدس، وسمعوا صدقا دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، فعلموا أن الأمر مفض إلى خروج الأمر من أيديهم، فلذلك ظلوا يحرصون على عدم خروجه عليه الصلاة والسلام. لكن الله أراد لنبيه ما أراد، ولذلك جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها في رواية حديث الهجرة الطويل، قالت: هاجر من هاجر قبل المدينة، ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة. قالت: وتجهز أبو بكر قبل المدينة، تهيأ أبو بكر رضي الله عنه للهجرة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي. قال أبو بكر: هل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال: نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه، وعلف راحلتين كانت عنده ورق السمر وهو الخبط 4 أشهر، يتهيأ رضي الله عنه للهجرة بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء أمر الله، وعمر النبي عليه الصلاة والسلام عندئذ 53 سنة، ذلك أنه بعث على رأس 40، وقضى بمكة 13 عاما، فكانت سنه 53 سنة صلوات ربي وسلامه عليه. قضاها 13 سنة في جهاد ودعوة وكفاح وصبر واحتمال، رجاء أن يفتح الله له القلوب، ثم أذن له رب العزة والجلال بالهجرة. ولما أذن له بالهجرة اصطحب معه الصديق أبا بكر رضي الله عنه، الذي جند نفسه وماله وأهل بيته
لهذا الحدث العظيم والمهمة الجليلة. كان أبو بكر رضي الله عنه الصديق والصاحب في تلك الرحلة العظيمة، وكان عامر بن فهيرة مولى أبي بكر رضي الله عنه راعي الغنم الذي يسوق لهم الغنم كل ليلة وهما في الغار مختبئان، يسوق الغنم لهم ليشربوا الحليب. وكانت أسماء رضي الله عنها بنت أبي بكر رضي الله عنها تأتيهم بالطعام تجعله في نطاقها، وقد شقت نطاقها فجعلته سفرة تربط به الطعام في وسطها حتى تأتي به إليهما في الغار. وكان أخوها عبد الله بن أبي بكر يتتبع الأخبار في مكة ليوافيهم بها آخر النهار ما الذي انتهى إليه أمر قريش وما الذي يحدثونه في ذلك. هذا أبرك بيوت الإسلام بعد بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه. صحيح أنه هاجر وحده مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه بذل كل ما في يده وفعل كل ما بوسعه رضي الله عنه وأرضاه هجرة ونصرة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الموقف العظيم من أبي بكر رضي الله عنه مع النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي تشرفت به الأنباء والمناقب الجمة التي حفظت لأبي بكر في الإسلام رضي الله عنه، فتشرف بعد ذلك بخلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمة، وشرفه الله كما صحبه في دنياه أن يصحبه في قبره فيكون مجاورا له رضي الله عنه وأرضاه. لما هاجر أبو بكر وقد أخذ كل ماله معه، تقول عائشة وكان نحو من 40,000 جمعها يتهيأ بها للهجرة، فلما خرج وكان أبوه يعني جد عائشة وأسماء أبو قحافة كان قد كف بصره، فلما سمع بخبر خروج أبي بكر ولده في صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبنات أبي بكر: إني لا أراه إلا قد فجعكم بماله مع نفسه، يعني خرج وترككم وما ترك لكم شيئا. قالت: فقلت: كلا يا أبتي، إنه قد ترك لنا خيرا كثيرا. قالت: فأخذت أحجارا فوضعتها في كوة البيت، يعني أشبه بالنافذة التي تكون في الجدار، كان أبي يضع فيها ما له، ثم وضعت عليها ثوبا، ثم أخذت بيده يعني بيد جدها فقلت: يا أبتي ضع يدك على هذا المال. قالت: فوضع يده عليه يتحسس، فقال: لا بأس، إن كان قد ترى لكم هذا فقد أحسن، وفي هذا بلاغ لكم. قالت أسماء: لا والله ما ترك لنا شيئا، لكني أردت أن أسكن بذلك قلب الشيخ جدها حتى لا يقلق، وأرادت أن تجعل في موقفها ذلك إسهاما منها في نصرة أبيها أبي بكر رضي الله عنه في صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام أحمد في المسند وابن حبان في صحيحه بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر. قال: فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال: هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله. وعند ابن حبان بسند صحيح قالت عائشة: أنفق أبو بكر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم 40,000، يعني في هجرته فعل ذلك حباً وبذله فداءً لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فحفظ الله لأبي بكر مقامه العظيم في الأمة، فلا قرت عين قلب لا تحب في الإسلام أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ودليلهم عبد الله بن الأريقط الليثي، فدخل غار ثور هو وأبو بكر وأقاما فيه ثلاثا، ثم أخذ على طريق الساحل. عبد الله بن أريقط رجل من بني الديل من بني بكر الليثي، استأجراه على دلالة الطريق، وكان هاديا خريتا ماهر بالطرق عارف بها، سلك طريقا غير الذي تألفه قريش وتعرفه في طريق سفرها نحو الشام إلى الشمال، فأخذ طريق الساحل وقريش ما كانت تسلكه، أراد بذلك أن يبتعد عن الرصد والنظر والعين والتتبع حكمة منه، وكان إذ ذاك مشركا وقد أطبقت كتب السير أنه لم يظفر بالإسلام، لكنه
استأجراه مشركا وقد بذل له أجرة ذلك، فأدى المهمة بأمانة ونجاح وقادهم على طريق الساحل حتى بلغوا طيبة. نعم. قال: فلما انتهوا إلى المدينة وذلك يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول، وقيل غير ذلك، نزل بقباء في أعلى المدينة على بني عمرو بن عوف، ونزل على كلثوم بن الهدم، وقيل على سعد بن خيثمة، والأول أشهر، فأقام عندهم 14 يوما وأسس مسجد قباء. أول ما يدخل الداخل إلى المدينة آنذاك كان يدخل من جهة قباء، ولما وصل عليه الصلاة والسلام قباء قال المصنف: في شهر ربيع الأول لاثنتي عشرة ليلة خلت، يعني يوم 12 من ربيع الأول، ووافق ذلك يوم الاثنين. قال المصنف: وقيل غير ذلك، فإن الروايات فيه متعددة. مكث بقباء صلوات الله وسلامه عليه، وقباء اسم الحي الذي سمي المسجد باسمه، مسجد قباء. فنزل في ذلك الحي وقام عندهم 14 يوما، أسس فيها مسجد قباء صلوات الله وسلامه عليه، ونزل في ضيافة كلثوم بن الهدم وقيل سعد بن خيثمة. كلثوم بن الهدم صحابي من الأنصار الذين أسلموا، فلما قدم النبي عليه الصلاة والسلام نزل بداره في المدة التي مكث فيها في قباء، وقيل إن كلثوم بن الهدم أول الصحابة بالمدينة موتاً، مات قبل غزوة بدر رضي الله عنه فلم يشهدها. وأما سعد بن خيثمة فإنه أدرك غزوة بدر واستشهد بها رضي الله عنه وأرضاه، فهؤلاء من الصحابة الأوائل الذين بلغوا الإسلام وقرت بهم عين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان الأنصار لما بلغهم خبر خروج النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة كانوا يخرجون كل يوم إذا صلوا الصبح إلى الحرة، حرة المدينة، ينتظرون أول النهار حتى إذا اشتد الحر رجعوا إلى منازلهم. فلما كان يوم الاثنين 12 من ربيع الأول سنة 14 من البعثة التي أصبحت فيما بعد السنة الأولى من الهجرة، لما كان ذلك اليوم خرجوا على عادتهم إلى الحرة يرقبون قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما حمي الحر رجعوا، فلما رجعوا إلى بيوتهم أوفى رجل من اليهود على أطم من أطامهم، يعني أشرف وارتفع أيضا يتطلع وينظر لأمر ينظر إليه، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين، يعني عليهم هيئة البياض من لباسهم، فلم يملك اليهودي آنذاك أن صرخ بأعلى صوته: يا معشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون، يعني هذا الذي كنتم أو حظكم أو قسمكم أو صاحب دولتكم وما تنتظرونه من مستقبل أيامكم الذي تنتظرون. قال: فخرج وثار المسلمون إلى السلاح، فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بظهر الحرة، وسمعت الرجة والتكبير في بني عمرو بن عوف، وكبر المسلمون فرحا بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرجوا للقائه فتلقوه وحيوه بتحية النبوة، فطفق من جاء من الأنصار ممن لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي أبا بكر يظنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أصابت الشمس النبي عليه الصلاة والسلام، فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه، فعرف الناس من فيهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما نزل على كلثوم ابن الهدم أحد بني عمرو بن عوف، وقيل بل نزل على سعد بن خيثمة، والجمع بين الروايتين عند أرباب السير قالوا: إنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نازلا في دار كلثوم ابن الهدم، لكنه كان إذا خرج من دار كلثوم ليجلس للناس يخرج في بيت سعد بن خيثمة، وذلك أنه كان عزبا لا أهل له، وكانت دار سعد بن خيثمة منزل العزاب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين، ومن أجل ذلك قيل كان نازلا عند سعد بن خيثمة، وقيل كان نازلا عند كلثوم بن الهدم،
والجمع بينهما أن نزوله كان في دار كلثوم، وكان يقضي عامة نهاره في دار سعد بن خيثمة للقائه بأصحابه المهاجرين، وهذا أقرب ما يقال في الجمع بين الروايات. أما أبو بكر رضي الله عنه فنزل في دار خارجة بن زيد أخا بني عبد الحارث، وهذا هو الصحيح، ثم مكث هناك إلى ما شاء الله، بل قيل إن أبا بكر رضي الله عنه ظل في منزله الذي أتى فيه أول قدومه بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسس مسجد قباء، فكان أول مسجد بني في الإسلام قبل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه نزلت الآية الكريمة على أحد القولين الشهيرين: لا تقم فيه أبدا، يعني مسجد الضرار الذي بناه المنافقون، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وإنما قلت على أحد القولين لأن القول الثاني أن المسجد في الآية الكريمة المقصود به مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فالله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم خرج يوم الجمعة فأدركته الجمعة في بني سالم، فجمع بهم في من كان معه من المسلمين وهم 100. خرج يوم الجمعة، مكث في قباء 14 يوما، فإذا قلت إنه وصل يوم الاثنين وقيل وصل يوم الخميس، فإذا وصل هناك ومكث 14 يوما سيكون ارتحاله من الخميس إلى خميسين، هذان أسبوعان 14 يوما، فارتحل صبيحة الجمعة من قباء، وقلنا إن قباء هي منازل بني عمرو بن عوف، فلما أتى في بني سالم بن عوف وهم بنو عمومتهم في حي ليس بعيدا عن قباء أدركته صلاة الجمعة، فصلى أول جمعة في الإسلام إماما بالمسلمين صلاة الجمعة صلى الله عليه وسلم، فجمع بهم يعني صلى بهم صلاة الجمعة في من كان معه من المسلمين وكانوا 100. والموضع الذي صلى فيه نبينا صلى الله عليه وسلم قريبا من قباء في ديار بني سالم بن عوف هو المكان الذي بني فيه المسجد المسمى بمسجد الجمعة اليوم في المدينة، في الطريق بين قباء ومسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذاك أول مسجد صليت فيه الجمعة، وقباء أول مسجد بني في الإسلام. فلما خرج عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة ركب راحلته وأبو بكر رضي الله عنه رديفه، فأرسل إلى ملأ من بني النجار وهم أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءوا متقلدين سيوفهم فسار بهم وهم محدقون به. وأخرج البيهقي في دلائل النبوة: لما كانت الأنصار اجتمعت تلقوه قبل أن يركب من بني عمرو بن عوف، وبنو عمرو قلنا أهل قباء، اجتمعوا عنده فمشوا حول ناقته لا يزال أحدهم ينازع صاحبه زمام الناقة شحا على كرامة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيما له، فأدركته الصلاة في ديار بني سالم ابن عوف كما تقدم، فنزل بهم وصلى بهم في بطن وادي رانونا، واسمه إلى اليوم أيضا في المدينة بهذا الاسم وادي رانونا، فصلى بمن معه من المسلمين واستقبل بيت المقدس. لماذا بيت المقدس؟ لأنها لم تزل إلى ذلك الوقت قبلة المسلمين، ولم يأتي الأمر بالتوجه إلى الكعبة إلا بعد قرابة 2 سنة من الهجرة، فلما استقبل بيت المقدس وأبصرته اليهود يصلي إلى قبلتهم تذاكروا بينهم أنه النبي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: فكانت هذه أول جمعة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة في المسلمين مطلقا، أو قيل أول جمعة في الإسلام لأنه لم يكن لهم بمكة صلاة جمعة، فيصدق أن تقول إنها أول جمعة في الإسلام صلى بهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم ركب ناقته وسار، وجعل الناس يكلمونه في النزول عليهم. سار إلى أين؟ إلى يثرب، إلى قلب طيبة، بعدما دخل قباء في دار بني عمرو بن عوف ثم أتى ديار بني سالم بن عوف، وفي طريقه يمر بمنازل ومساكن قبائل الأوس والخزرج حيا حيا، وهم يحيطون به يكلمونه في النزول
عندهم إكراما له صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وجعل الناس يكلمونه في النزول عليهم ويأخذون بخطام الناقة فيقول: خلوا سبيلها فإنها مأمورة. فبركت عند مسجده اليوم، وكان مربدا لسهل وسهيل غلامين من بني النجار، فنزل عنها على أبي أيوب الأنصاري، ثم بنى مسجده موضع المربد بيده وهو وأصحابه بالجريد واللبن، ثم بنى مساكنه ومساكن أزواجه إلى جنبه، وأقربها إليه مسكن عائشة، ثم تحول بعد 7 أشهر من دار أبي أيوب إليها. وبلغ أصحاب 7 أشهر قضاها صلى الله عليه وسلم ضيفا نازلا في دار أبي أيوب رضي الله عنه. وأما رواية ابن سعد في الطبقات، والتي رجحها الحافظ ابن حجر في التهذيب، أنه ما مكث ضيفا في دار أبي أيوب سوى 1 شهر فقط، وأنها هي المدة التي كانوا يحتاجونها لبناء المسجد وحجرات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: لما صلى الجمعة في ديار بني سالم بن عوف توجه عليه الصلاة والسلام وانطلق نحو المدينة، ركب وأرخى الزمام لناقته، فأتاه عتبان بن مالك رضي الله عنه وعباس بن عبادة بن نضلة في رجال من بني سالم بن عوف. من بنو سالم؟ الذين صلى عندهم الجمعة. فأتوه قالوا: يا رسول الله، أقم عندنا في العدد والعدة والمنعة. فقال: خلوا سبيلها فإنها مأمورة. فخلوا سبيلها، فانطلقت حتى إذا وازنت دار بني بياض، تلقاه زياد بن لبين وفروة بن عمرو في رجال من بني بياض، قالوا: يا رسول الله، هلم إلينا إلى العدد والعدة والمنعة. قال: خلوا سبيلها فإنها مأمورة. فخلوا سبيلها، وهكذا فانطلقت حتى إذا مرت بدار بني ساعدة، اعترضه سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو في رجال من بني ساعدة: يا رسول الله، هلم إلينا إلى العدد والعدة والمنعة. قال: خلوا سبيلها فإنها مأمورة. فانطلقت حتى دخل المدينة بعد الجمعة صلى الله عليه وآله وسلم في يوم عظيم مشهود، أن أشرقت طيبة بحلول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال القسطلاني رحمه الله: وأشرقت المدينة بحلوله صلى الله عليه وسلم فيها. قال: وسر السرور إلى القلوب. فلما وقفت ناقته وبركت في ذلك الموضع، كان هو الموضع الذي اختاره النبي عليه الصلاة والسلام. روى الإمام أحمد في المسند بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إني لأسعى في الغلمان يقولون: جاء محمد جاء محمد. أنس رضي الله عنه إذ ذاك فتى صغير السن، قال: وأنا أسعى في الغلمان وأسمعهم يقولون: جاء محمد. قال: فأسعى فلا أرى شيئا، ثم يقولون: جاء محمد، فأسعى فلا أرى شيئا. قال: حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر. قال: فكمنا في بعض حرار المدينة، يعني اختبأنا بين بعض حرارها وجبالها. قال: ثم بعث رجلا من أهل البادية ليؤذن بهما الأنصار، فاستقبلهما زهاء 500 حتى انتهوا إليهما. فقال الأنصار: انطلق آمنين مطاعين. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه بين أظهرهم. قال: فخرج أهل المدينة حتى إن العواتق لو فوق البيوت يتراءينه، يقولن: أيهم هو أيهم هو؟ يقول أنس: فما رأينا منظرا شبيها به يومئذ. عرس كبير ذاك اليوم في المدينة، كيف لا وقد أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتذكرون حديث أنس قال: فلما دخل المدينة أضاء منها كل شيء، كل شيء أشرق في المدينة وأضاء بحلول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واسمع إلى ما يقول البراء بن عازب رضي الله عنه عند البخاري في الصحيح، قال: فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جعلت الإماء يقولن: قدم رسول الله، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث البراء عند مسلم قال: فصعد الرجال
والنساء فوق البيوت، وتفرق الغلمان والخدم في الطرق ينادون يا محمد يا رسول الله، يا محمد يا رسول الله. ولفظ ابن حبان في الصحيح أيضا عن أبي بكر رضي الله عنه قال: فخرج الناس حين قدمنا المدينة في الطرق وعلى البيوت من الغلمان والخدم يقولون جاء محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى البيهقي في دلائل النبوة عن أنس رضي الله عنه قال: فخرجت جوار من بني النجار يضربن بالدف وهن يقولن نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جاري. جاورهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكرموا وفادته وصدقوا في نصرته وبذلوا له كل شيء، فتحوا قلوبهم قبل بيوتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن هنا وجب على كل مسلم أن يحب الأنصار، يحبهم بحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يوما كعيد عندهم، استبشروا بمقدمه وفرحوا، فخرجت النساء والرجال والخدم والجواري والصغير والكبير كلهم يكتحل بعينه برؤية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال أنس كما في مسند أحمد وصحيح ابن حبان قال: لما كان اليوم الذي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم أضاء منها كل شيء. وعند أحمد أيضا في المسند قال: فما رأيت يوما قط أنور ولا أحسن من يوم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر المدينة. كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يمر بدار من دور الأنصار إلا أخذوا خطام راحلته وزمام ناقته يقولون: هلم يا رسول الله إلى العدد والعدة والمنع، وهو يقول: خلوا سبيلها فإنها مأمورة. وما زالت الناقة سائرة حتى أتت دار بني مالك بن النجار، وهم أخواله عليه الصلاة والسلام، وهو موضع المسجد النبوي اليوم. هناك بركت الناقة فلم ينزل عن ظهرها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نهضت وسارت قليلا ثم التفتت فرجعت وبركت في موضعها الأول. وكان الموضع آنذاك مربدا للتمر، والمقصود بالمربد موضع يجفف فيه التمر. والمدينة دار نخل وأهلها من الأنصار يعني يعيشون على التمر فيجففونه عندما يكون رطبا فيحتاجون إلى تلك الأماكن. فكانت الأرض مربدا لاثنين يتيمين من الأنصار، سهل وسهيل ابن عمرو، غلامين يتيمين من بني مالك بن النجار، كان في كفالة وحجر أسعد بن زرارة رضي الله عنه. فلما بركت نزل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم مقابلا لدار أبي أيوب الأنصاري، فقال: هذا إن شاء الله المنزل. وكان هذا من أمر الله للناقة، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يحب أن ينزل عند أخواله من بني النجار، فسخر الله ناقته صلى الله عليه وسلم لتكون نازلة في حيهم وبين أظهرهم. وفي رواية أخرى في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: أنزل على بني النجار أخوال بني عبد المطلب أكرمهم بذلك. فنزل عليه الصلاة والسلام، فلما نزل قال: أي بيوت أهلنا أقرب؟ ماذا يقصد بأهلنا؟ أخواله من بني النجار. بركت الناقة فنزل، قال: أي بيوت أهلنا أقرب؟ قال أبو أيوب: أنا يا نبي الله، هذه داري وهذا بابي. قال: فانطلق فهيئ لنا مقيلا. فاحتمل أبو أيوب رضي الله عنه رحل النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه في بيته، فقال فجاء رجل قال: يا رسول الله أين تحل؟ قال: المرء مع رحله. وجاء أسعد بن زرارة فأخذ بزمام راحلة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت الناقة عنده يرعاها ويقوم على شأنها. وأما أبو بكر رضي الله عنه فتقدم أنه نزل على خارجة بن زيد بالسنح، وكما تقدم لما أتى قباء. هذا نزول النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه رحلته من مكة إلى المدينة. فلما نزل، نزل ضيفاً في دار أبي أيوب. وأما موضع الناقة التي بركت فيه فهو الموضع الذي بني فيه المسجد. كانت الأرض كما قلت لكم مربداً لغلامين يتيمين من الأنصار، فاشترى أبو بكر رضي الله عنه أرض المسجد بحر ماله ودفعها لأسعد بن زرارة ولي اليتيمين. فأول
ما كان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم شراء أبي بكر لها، فهذا أعظم المساجد وقفاً هي من مال أبي بكر، وما زالت الأمة تصلي في المسجد الذي اشترى فيه أبو بكر أرضه بماله رضي الله عنه وأرضاه. بني المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام نازل ضيفاً في دار أبي أيوب الأنصاري كما تقدم رضي الله عنه. قال هنا المصنف: بعد 7 أشهر تحول إلى داره التي بناها، وعند ابن سعد في الطبقات، ورجحها الحافظ ابن حجر أنه ما مكث إلا شهراً واحداً فقط في دار أبي أيوب رضي الله عنه. وأما إقامته في دار أبي أيوب الأنصاري فتلك أيضاً قصة عظيمة من الحب والوفاء والكرم والضيافة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يروي أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه تلك القصة بما يمكن أن يكون بمشاعر الحب والفداء لرسول الله عليه الصلاة والسلام. لما نزل النبي عليه الصلاة والسلام نزل في دار أبو أيوب، وأبو أيوب داره من طابقين، فنزل عليه الصلاة والسلام في الطابق السفلي، فألح عليه أبو أيوب أن يكون في الطابق العلوي، فقال له عليه الصلاة والسلام: بقاؤنا في الأسفل أرفق بنا وبك، لأنه سيغشاه الضيوف ويأتي عليه الناس، فأن يكون في الطابق الأسفلي أرفق وأيسر. فكان أبو أيوب وزوجه في الطابق الأعلى، فانتبه أبو أيوب ليلة فقال: نمشي فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فاستعظم ذلك. قال: فتنحوا هو وزوجه فكانوا في جانب الدار فلم يزل ساهرا حتى أصبح، ما أتاه نوم. كيف يكون في الطابق العلوي يمشي فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلما أصبح أتى فقال: يا نبي الله، بأبي أنت وأمي، إني لأكره وأعظم أن أكون فوقك وتكون تحتي، فكن أنت في العلو وننزل نحن فنكون في السفل. فقال: يا أبا أيوب، السفل أرفق بنا وبمن يغشانا. قال أبو أيوب: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفله وكنا فوقه في المسكن. قال: فقد انكسر حب لنا فيه ماء، عبارة عن جرة كبيرة يجمع فيها الماء في البيت. قال: فانكسر حب لنا فيه ماء، فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لنا ما لنا لحاف غيرها، ننشف بها الماء تخوفاً أن يقطر على رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شيء فيؤذيه. فنزلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، لا أعلو سقيفة أنت تحتها، يعني تشتد الأمر عليه جداً. قال: ولم يزل أبو أيوب مع النبي عليه الصلاة والسلام يرجوه ويلح عليه أن يكون هو في الأعلى وأن يكون أبو أيوب في الأسفل، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون في الأعلى. يقول أبو أيوب رضي الله عنه: فكنا نصنع الطعام والعشاء ونرسله إلى النبي عليه الصلاة والسلام ونبعث به إليه، فإذا رد علينا فضله، يعني ما يبقى من بقية العشاء الذي نرسله إليه، تيممت أنا وأم أيوب موضع أصابعه فأكلنا منه نبتغي بذلك البركة. يبحثون عن موضع أصابعه في الطبق أين هو، فيجعلون أصابعهم موضع أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حتى بعثنا إليه ليلة بعشائه وجعلنا فيه بصلا أو ثوما، لكن النبي عليه الصلاة والسلام رده، قال: ولم أرى فيه ليده أثرا. هم إذا رجع الطبق يبحثون عن موضع الأصابع، فوجدوا ذلك اليوم أنه ما أكل منه شيئا ولم يجدوا ليده أثرا. قال: فجئته فزعا فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي رددت عشاءك ولم أرى فيه موضع يدك، وكنت إذا رددته علينا تيممت أنا وأم أيوب موضع يدك نبتغي بذلك البركة، فما منعك منه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إني وجدت فيه ريح هذه الشجرة وأنا رجل أناجي، يعني يأتيه جبريل عليه السلام بالوحي، وقد أبان صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث كراهته لأكل الثوم والبصل لأجل ما فيهما من الرائحة الكريهة. فقال أبو أيوب: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكني أكرهه. قال أبو أيوب: فإني أكره ما تكره يا رسول الله.
قال أبو أيوب: ولم نصنع بعد للرسول صلى الله عليه وسلم طعاما فيه شيء من الثوم أو البصل بعد ذلك. ظل أبو أيوب رضي الله عنه بحب وضيافة وإكرام ووفاء، لأنه صدقا ظفر بشيء تنازعت عليه دور الأنصار كلها، فلما ظفر به ما فرط في شيء من ذلك حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا تكلمنا عن أبي أيوب فاسمع كيف حفظ ابن عباس رضي الله عنهما لأبي أيوب هذا المقام من الإكرام والضيافة والحفاء. مرت الأيام ودارت حتى كانت البصرة قد دخلت في الإسلام، وكان ابن عباس رضي الله عنهما واليا عليها في خلافة علي رضي الله عنه. فأتى إليها أبو أيوب الأنصاري فنزل عند ابن عباس، فوجد ابن عباس موقفا عظيما يرد فيه شيئا من الجميل لأبي أيوب. فاسمع إلى ما أخرج الحاكم في المستدرك بسند حسن عن حبيب بن أبي ثابت قال: قدم أبو أيوب البصرة على ابن عباس ففرغ له بيته وقال له: لأصنعن بك كما صنعت برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال ابن عباس لأبي أيوب: كم عليك من الدين؟ قال: 20,000. قال: فأعطاه 40,000 و20 مملوكا. وقال ابن عباس: لك ما في البيت. أراد به مقابلة الوفاء بوفاء بما فعله برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حسن ضيافته وإكرام وفادته لما قدم نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة مهاجرا. أما أنه بقي حتى بنى المسجد ثم انتقل فبنى مساكن أزواجه وأقربها كما قال مسكن عائشة، فإنها دلالة عظيمة أن نبي الأمة عليه الصلاة والسلام أول ما حط رحله في مهاجره في طيبة الطيبة التي أضاءت وأشرقت بنزول رسول الله عليه الصلاة والسلام فوق رباها، فإنه ابتدأ ببناء بيت ربه قبل أن يبني بيته عليه الصلاة والسلام. لما للمسجد في الإسلام من أهمية ودرجة رفيعة عالية ليكون نواة المجتمع المسلم في تلك المدينة النبوية مبدأه بيت الله عز وجل، مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم بنى مساكن أزواجه فانتقل صلوات الله وسلامه عليه، ثم ما زالت مساكن أزواجه تتسع بحسب حاجته وأحداث نكاحه عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وبلغ أصحابه بالحبشة هجرته إلى المدينة، فرجع منهم 33 رجلا، فحبس منهم بمكة 7، وانتهى بقيتهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، ثم هاجر بقيتهم في السفينة عام خيبر 7. نعم، هذا آخر ما أورده المصنف رحمه الله في هذا الفصل. لما بلغ خبر الهجرة إلى الحبشة عند الصحابة هناك رجع منهم 33 رجلا و8 نسوة، رجعوا من الهجرة لحاقا برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فحبس منهم بمكة 7، ومات منهم 2 فلم يدركوا الهجرة إلى المدينة، وبقية العدد انتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة، وبقية من بقي في الحبشة ظل بها حتى عام خيبر 7 من الهجرة، فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هناك، ففرح بمقدمهم حتى قال: لا أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. تم كلام المصنف ولنا فيه تباع في المجالس المقبلة إن شاء الله تعالى، ولعل مجلسنا أن يقف أيها الكرام في الأسبوعين المقبلين إن أراد الله عز وجل أن نعود بعدهما لأمر طارئ وسفر عارض، فنعود بعد أسبوعين من مجلس اليوم إن شاء الله تعالى. فاستكثروا جمعتكم من صلاتكم وسلامكم على رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. لم تعرف الدنيا كحب محمد حبا تجاوز في تساميه المدى، من لم يذق في العمر لذة حبه أنى له يلقى لحب موردا،
يا رب أسعدنا برؤية وجهه، فالشوق زاد مع الحياة توقدا. صلى عليك إلهنا ما أشرقت شمس وما لبى المصلون الندى. فاللهم صل وسلم وبارك عليه أزكى صلاة وأتم سلام، واجعلنا إلهي بالصلاة والسلام عليه من أشد أمته له حبا، ومن أكثرهم منه يوم القيامة قربا، وأكرمنا بشفاعته وورود حوضه نحن وأزواجنا ووالدينا وأولادنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا.